السلام عليكم. كلامي في هذا الفيديو عن بعض الأخوات اللي تطوروا يعني بحد زعمهم يعني تطوروا ومن مظاهر التطور اللي عندهم رمي العباية ورمي الحجاب والتصوير في الشارع والترقص في الشوارع. بصراحة أنتم قدوة غير صالحة لبناتنا، بصراحة أنتم فرحانين إحنا والله ما إحنا فرحانين، أنتم متشرفين إحنا والله العظيم ما إحنا متشرفين، ولا نبغاكم تطلعون حتى ولو بالصدفة لبناتنا وأولادنا. من متى بنات الناس المحترمات يخرجون بدون عباية وبدون غطاء رأس؟ بالله عليكم من متى بنات الناس المحترمات المتربيات الأصيلات الدينات يخرجون يطلعون من بيوتهم بدون غطاء رأس وبدون عباية؟ ومن متى بنات الناس المحترمات المتدينات الأصيلات المتربيات يفكون التصوير ويتصورون يترقصون في الشارع أمام اللي يسوى واللي ما يسوى؟ بالله عليكم الأشياء الشاذة هذه خلاص نحن نتمنى أنها تكون مجرد أشياء عارضة، أشياء يعني مؤقتة وتزول. هذه أمراض، أنتم بصراحة أمراض تنخرون في البلد، والله العظيم إنكم عبارة عن سوس وأمراض تنخر في جسد البلد. إحنا ما نبغى هذه الظواهر تنتشر، وللأسف الشديد أنا متأسفة جدا إني أشوف يعني أشوف مثل هذه النماذج يدعمونهم ناس كبار، يعني ناس لهم قيمتهم، ناس لهم مكانتهم المادية والاجتماعية في البلد. للأسف الشديد إذا شافوا البنات المحترمات المحتشمات اللي ما يرضيهم هذا العمل وشافوا مثل هذه الأشكال اللي يدعمهم ناس كبار، إيش راح يقولون في نفسهم؟ راح تنتشر مثل هذه العادات، راح تنتشر مثل هذه المناظر. هذه مناظر مسيئة والله العظيم، إنها مناظر توجع القلب. بالله عليكم هل يعني يليق ببنت الناس المحترمة إنها تفتح تصوير في الشارع وتسوي لها رقصة كذا رقصتين قدام الهندي ولا قدام البنغالي ولا قدام جميع المارة؟ عشان إيش؟ طيب عشان إيش؟ قولي لي عشان إيش؟ يا بنت الحلال مريضة نفسيا روحي تعالجي، يا بنت الحلال عندك فراغ عاطفي املائيه بأشياء مفيدة، يا بنت الحلال عندك مواهب طلعيها بشكل محترم، ارجعي لله سبحانه وتعالى، روحي اقرأي قرآن يا بنت الحلال يخف عنك اللي فيكي، ولا تنشرين لنا أمراضك في الشارع وفي السيارة وفي كل مكان. في أشياء يعني أنتم فاهمين غلط، والله العظيم فاهمين غلط. يعني في حاجات مهما تطور الإنسان وتطورت البلد ما تتغير، اللي هو أولها وعلى رأسها الدين. هذا شيء الله سبحانه وتعالى أقره يعني منذ آلاف السنين، من يوم أرسل محمد صلى الله عليه وسلم، والدين هو ثابت، المفروض إنه ما يتغير. يعني مو يعني احنا تطورنا نرمي الحجاب، بعد بكره نتطور شويه نقول خلاص الصلاه ما عاد لها داعي، بعد بكره نتطور شويه نقول والله خلاص. يعني الدين مثل المسبحه، اذا افلتتي منها حبه انفلتت باقي الحبات منك. ارجوكي ارجعي لنفسك، ارجعوا لانفسكم يا ناس، ارجعوا لانفسكم. اسمحوا لي اكمل كلامي عن بعض المظاهر السيئه اللي صرنا نشوفها بكثره، سواء في السياره سواء في الشارع عند المحلات التجاريه امام البوفيهات والمطاعم. إن مثل هذه الأشكال للأسف الشديد يعني يدعمهم شخصيات، يعني شخصيات لها مكانتها المادية والاجتماعية في البلد. بالله عليكم خلوكم منصفين وقولوا لي لما البنات المحترمات المحتشمات اللي ملتزمات بتعاليم دينهم وتقاليد بلدهم يشوفون مثل هذه البنت، يعني الحالة الخاصة، ما نقدر نقول شاذة، نقول الحالة الخاصة هذه اللي تترقص في الشارع وتصور نفسها وهي يعني لا عباية ولا غطى رأس ولا حاجة، وتشوف يدعمونها شخصيات كبيرة، يدعمونها بالمال بأطقم الذهب بالعشوات بالغدوات. بالله عليكم إيش راح يقولون البنات حسب تفكيرهم يعني البسيط؟ يعني إيش راح يقولون؟ يعني أكيد في بعض البنات اللي يعني ثوابتهم شوية يعني ضعيفة راح يقولون ليش، يعني إيش معنى إحنا راح نسوي زيها عشان يجينا دعم زيها. فرجاء بالله عليكم والله أصبحتم مثل المرض المعدي، للأسف الشديد أقولها لكم وبكل صراحة وبكل تجرد، أصبحتم مثل المرض المعدي اللي إحنا قاعدين ناخذ كل احتياطاتنا عشان ما ينتقل لأبنائنا وبناتنا. أنتم بكل أسف صورة غير مشرفة لبنات البلد، أنتم بكل أسف، ما أقول قبيلة عن قبيلة، للأسف الشديد من كل القبائل ظهرتم، من كل القبائل ظهرتم، ظهرت نماذج غير مشرفة، لا مشرفة لنا كقبائل ولا مشرفة لأبناء لنا كسعوديين بصفة عامة. أنتم نماذج غير مشرفة أقولها بكل صراحة.
النموذج المشرف للفتاة السعودية هي البنت المحتشمة اللي تطلع وترجع بأدبها، اللي ما تتنازل تكلم الأجانب أصلا إلا للضرورة الملحة، البنت الأصيلة اللي يتمنى الواحد يسمع صوتها، ما يسمع صوتها إلا في شيء مهم وشيء ضروري. هذا النموذج المشرف للفتاة السعودية وللمرأة السعودية، ما هي اللي كاشفة ومسوية نفسها إنها خلاص يعني تطورت. يعني أنا أتمنى ترجعين تبحثين عن معنى كلمة التطور، المعنى الصحيح لها، والحرية الشخصية، تبحثين عن المعنى الصحيح لها خلاص، وتبطلين الهبل اللي أنت فيه والاستخفاف اللي أنت فيه والاستهتار اللي أنت فيه. هذا كله نهائيا ما يدخل تحت مسمى الحرية الشخصية، ولا يدخل تحت معنى التطور نهائيا بأي شكل من الأشكال. الله يخليكم، احنا ما نكرهكم، لكن نكره سلوككم، ونتمنى منكم أنكم تصححون مساركم.